هاد الوزارة هادي وهاد الدولة هادي أنها كتواجه النضالات ديالنا السلمية الحضارية كتواجهها بالقمع والتنكيل، حيث عندنا اعتقالات في خنيفرة، الآن عندنا مجزرة في مدينة الناظور، وكنعنوا التضامن ديالنا المبدئي ولا مشروط مع الرفاق ديالنا في مدينة الناظور. وأيضا هناك أيضا أخبار مصورة كتقول بأن هناك تدخل قمعي، وكما كتشوفوا الآن مدينة المحمدية اللي بين قوسين مدينة الزهور أصبحت اليوم مطوقة بجميع قوى القمع بجميع التلاوين ديالهم، كنشوفوهم كنشوفو الصافيطات وكنشوفو أنهم بجميع التلاوين ديالهم كيدخلوا. احنا مطلب ديالنا مطلب عادي ومشروع، مطلب اجتماعي، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع على المدرسة العمومية وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم مجاني وعمومي للجميع. لكن الوزارة كتعنت وماشيه كتنهج سياسه الهروب الى الامام، وكنقولوا الوزاره وكنواعدوا الوزاره بان النضال ديالنا ما غاديش يتوقف الا باسقاط مخطط التعاقد، وكنقولوا لها بان من الان فصاعدا بان غادي يكونوا خطوات تصعيديه وتصعيديه، بحيث انهم غادي يكونوا اجتماعات الهياكل ديال التنسيقيه بجميع المناطق ديال المغرب، غادي يكونوا اجتماعات وغادي يكون مجلس وطني في اكادير في نهاية الشهر ديال يناير، ولربما سنقرر خطوات أكثر تصعيدية من هذه الخطوات النضالية اللي كنقرروها هذه. وكنقول لهم بأنكم رغم القمع رغم التسويفات ديالكم بأننا مستمرين بلا هوادة حتى إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم، وتحية لكم. غياب لغة الحوار واستبدالها بلغة الزروطة، لغة التنكيل بالمناضلين، إذن هذه الاعتقالات وهذه المتابعات وهذا القمع الهمجي في حق الأساتذة العزل، الأساتذة الذين يعبرون عن مطالبهم العادلة والمشروعة لن يثنينا على مواصلة درب النضال حتى إسقاط هذا المخطط المشؤوم، وكذلك إدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. نحن مستمرون في النضال ديالنا من أجل حماية المدرسة العمومية، مجموعة من الأسر المغربية اللي تحاول إعلام وتحاول الدولة أن تسمم الأفكار ديالها بأن تقول بأن هاد الأساتذة اللي تخرجوا للشارع أنهم ما تبغوش يقريو ولادكم في الإضراب، وأنهم تديروا الإضراب من أجل مصلحتهم الخاصة ومن أجل أنهم يدمجوا من أجل أنهم يترقوا في السلم، في حين أننا تنديروا الإضراب وتنسيق الوطني تدير الإضراب من أجل إسقاط مخطط التعاقد. هذا مخطط التعاقد جاء فقط لضرب مجاني التعليم. الآن الموظف البسيط، ذاك الطبيب، ذاك الممرض، ذاك العامل الفلاح، أسرة المغربي الفقيرة الهشة أصبحت تعاني من ويلات مجموعة من الأمور، مجموعة من الغلاء المعيشي، وهالشي تخلي أنه يأثر على السيرور التعليمي بالنسبة للتلميذ. الآن الدولة تحاول تجعل المدرسة العمومية قطاع شبه خاص. ما معنى قطاع شبه خاص؟ أنك لو بغيتي تقري الإبن ديالك أنك خاصك تدي واحد المبلغ ديال 500 درهم ولا 1000 درهم سنويا، هما غادي في هذا المخطط. حنا راه ما تنخرجوش من أجل أننا نضال فئوي ونطالبوا بما هو خبزي من أجل الترقية والترسيم إلى آخره، فعلا حنا تنطالبوا بالترسيم، ولكن الهدف الأسمى ديالنا هو حماية المدرسة العمومية. لهذا نطالب جميع الأسر المغربية أن تكتفي مجرد أنها لا تكتفي مجرد أنها تضامن معنا في فيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تخرج معنا لتجسيد معنا الوقفات والمسيرات. هروب الوزارة من الحوار، تعنت
اذان صماء يعني سياسه، يعني سياسه القمع كما تلاحظون، يعني تطويق قمعي كبير للشكل النضالي احتجاجي، شكل سلمي، يعني شكل يجسده الاساتذه بكل سلميه، في حين اننا نرى ان التعاطي من قبل الهيئات المسؤوله وفي مقدمتها الوزاره والحكومه هو تعاطي ديال القمع، تعاطي ديال سياسه الاذان الصماء، يعني غلق منافذ الحوار، بالمقابل يعني السرقات اللي كيتعرضوا لها الاساتذه عبر اقتطاعات مجحفه من الاجور ديال الاساتذه بمبرر الاضراب، في حين ان الاضراب هو حق دستوري، حق نقابي للاساتذه، الاساتذه لا يقومون يعني باشياء خارج ما هو قانوني، خارج حقوق نقابيه تكفلها المواثيق الدوليه وايضا الدستور المغربي دستور 2011. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.